كنت نعيد معكم، صح سمحوا لي أولادي مسؤولين الخطوط الجوية الجزائرية ما خلونيش نعيد معكم. هذو الخطوط الجوية الجزائرية تعرف على ما كوين ساكنين في لندن، عندهم مقر في بيكر ستريت. بيكر ستريت هذاك لما راك تبيع التذاكر يا رحم باباك، انت راك تبيع راميجو خمس طيارات 20 طيارة في النهار. بيكر ستريت هذه تخلص الكارية بزاف، تخلص دراهم يعني مصاريف كبيرة، مصاريف كبيرة تدفع على البنايات الجوية الجزائرية. ها ايه سليم، شكون يخلصها؟ نخلصها لك انا بألف، جي الصيف نخلصها لك انا، يخلصها لك وليدي اللي خليته وجيت نعيد وحدي. ها شكون يخلصها لك هذه؟ علاه تدير روحك في الضيق؟ اخدم كيما شركات الاخرين. عندك الجالية الجزائرية، عندك في عندك فانسبيري بارك، عندك في بريكستون، عندك في عندك في بلاكستون كريو، روح ندير البيلدينغ هذا بتاعك، المركز هذا تاع الخطوط الجوية الجزائرية حطوه ثم. على نخلص الكارية انايا، نخلص الكارية 50000 باوند ويك ولا مور ذان 50000 ويك. علاه جيب موفي يعني مصاريف الخطوط الجوية الجزائرية كلها فساد، وانتم تشوفوا انكم تشوفوا انكم بالتذاكر تاعكم راكم تدفعوا المصاريف تاع الخطوط الجوية الجزائرية. المصاريف تاعونا علاش نفعلوا المصاريف تاعو؟ علاه؟ انا ما نسمح لكش، انا ولادي ما يعيدوش معايا، انا لولا امي ما كنتش نجينا. قلت لك لولا امي فكرت في المستشفى. قلت لك كاين رساله كنت حاب نوجهها لولادي يا محمد. انا لوليدي محمد علي ويعقوب والزوجه وحنين، سامحوا لي يا ولادي ما جبتكمش، انا لولا امي راهي مريضه في المستشفى وهي خرجت الحمد لله تعيد معنا ان شاء الله.